وين ولا هلأ هاد؟ شو هالحظ يا لك؟ شو هاد لك؟ شو عم يصير معي؟ لما جميلة جابتها لعثمان ما خليت عليها ستر مغطى وعصبت عليها، فكرت عم تحاول تضغط علي، وبس صار بدي اياها تجيبها الولد ما عاد بدها. ناقصني كمان تجي هديك التانية وتقلي اني حامل. دار الدولاب ولف ورجع فيني للمشكلة القديمة، وكارولين كمان بدها تمسكني من الايد اللي بتوجعني. شو اعمل هلا؟ بس هذا كمان ابني، بس خلص شو بدي ساوي؟ جميلة ما بدها يعني بنوب ولا بدها البلد، والتانية بدها. صباح خير. صباح النور. شو جابك لعندي؟ لأنه مشتاقت لك وبحبك. شو ساوي أنا؟ إمتى نمتي جنبي وليش؟ ليش إجيتي؟ نص الليل إجيت شوفك ونام جنبك يا روحي، لأني اشتقت لك. اليوم ما رح أتركك، رح ضل معك. ماني رايحة على الشغل أنا، ولازم روح لعند دكتور كمان، بدي روح اطمن على البيبي. بس بدي نروح سوا لعند الدكتور. بدي نروح سوا، انت جوزي أنا وانت أبو ابني كمان. أنا هلأ رح أعمل فطور من يلي بتحبه، لأني مشتاقة أفطر أنا وياك حبيبي، وبعدين منروح لعند الدكتور. ماشي ألي؟ أنا بحبك وبموت فيك، وبدي ابننا يكبر بحبنا نحن اتنين، أوكي؟ يلا قوم على الحمام وأنا رايحة أجهز الفطور. Thank you.
جوا. بس هو يعني عيب علي عدنا اخر زمن والله. اي والله. علي بيك تفضل. وليش نحن رجالنا ما بيجوا معنا؟ اهلا وسهلا فيك، تفضل تفضلي. كارولين خانم رح تخلص هلا الشهر الثاني من حملة، ووضع طبيعي وما في شيء ان شاء الله. كل شهر عندها مراجعة لنطمن على الجنين. تمام فهمت. كل شيء مبين طبيعي، بس المهم تكون مرتاحة بالأشهر الأولى وما تتعب حالها أبدا. طيب شكرا دكتور، يسلم. تقوم بالسلامة. شكرا لك. كارولين، كارولين فيكي شيء؟ انت لا تخاف، حسيت بمغص بسبب البيبي. انت خفت علي؟ خفت علي حبيبي؟ ايه ايه طبعا طبعا. أنا بدي فوت نام شوي، كتير تعبانة. كارولين تعي نامي فوق. بعديلي. لا بقى تزعل من شي حبيبي، البيبي رح يجي ويجيب لنا الحظ وكل شي رح يكون منيح. انت وانا تعبنا كتير وصار لازم نرتاح شوي. حس بابنك، انت مو لحالك، انا جنبك وفي بيبي كمان.